طالبت الأقلية الدينية ومجموعة من منظمات المجتمع المدني الحكومة ومجلس النواب والمرجعيات الدينية بالتدخل لإلغاء المادة 26 في قانون البطاقة الوطنية التي تنص على أن يتبع الأولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين تسجيل الولد القاصر بديانة الوالدين. صدور تشريع يتضمن في إحدى مواده ما يحرض على التمييز أو يدعو إلى عدم المساواة هو أمر ملفت للنظر في وقت يتهدد العراق أو يواجه تحديات تفكك نسيجه الاجتماعي. مبدأ الإسلامي المعروف لا إكراه في الدين، فإذا هذا إكراه، يعني ما الفرق عندما أنت تحولني إلى تغير ديني بالسيف وتغير ديني بالقانون. ممثلون عن الديانات غير المسلمة أشاروا إلى وجود الزواجية يتعامل فيها النواب، وأن تشريع القانون عزز من مخاوفهم بمستقبل البلاد وشكل دافعا إضافيا لسلوكهم طريق الهجرة كخيار نهائي. ليش هذا القرار بالذات؟ إذا هناك أكو غاية أنه في تهجيرنا ويطلعونا من هذا البلد. بعد تقصير التنفيذي والتشريعي والسياسي هناك يقصرون قانونيا. فيما ذهب البعض منهم إلى المطالبة برفع فقرة الديانة من جميع البطاقات المدنية التعريفية لتعزيز المساواة والمواطنة. أنادي من هذا المنبر ومن هذه القناة الموقرة المحترمة أن ترفع كلمة الديانة من هوية الأحوال. الديانة حرة، الديانة لله، الوطن للجميع، البلد للجميع، القانون للإنسان. وطلب ممثلو الأقليات ومنظمات المجتمع المدني رئيس الجمهورية بوصفه حامية للدستور استخدام صلاحياته في رد القانون وإلغاء المادة 26 منه لضمان القيم والحقوق التي ينطوي عليها الدستور. تهديدات أخرى باتت تطال الأقليات في العراق، هذه المرة ليست عبر جماعة مسلحة وإنما عبر قوانين أصدرها البرلمان اعتبروها مشحفة بحقهم. محمد فاضل الحرة، بغداد.